لو النهارده لو في 2000 و3000 مستعدين بتبقى للمعايير دي يجي هاي هناخده هاخده واعلمه. طب ده تيجي ازاي؟ قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم اداب وتجاره ومع كل التقدير والكلام ده قلته قبل كده والاحترام وحقوق وكده، طب هيطلع يشتغل ايه؟ هيطلع يشتغل ايه وتقول ما بيشغلناش، والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومه يقول لك ما بتشغلناش ليه؟ عايز شغله يقول لك طب يروح يشتغل مدرس، مش كده يا عمرو؟ صح. ده انا بقول لك على حاجه هتشتغلها وانت قاعد في بيتك، هتعمل لك 20-30 ألف دولار في الشهر، وممكن توصل ل100 ألف دولار في الشهر. يا مصريين يلي قاعدين تقعدوا في المراكز، تقعدوا تستنوا ولادكم بره قبل ما ياخدوا الدوره والدراسه اللي بيدرسوها، اقعدوا على الكلام ده. كلنا حد يقول لي الحكومة سياسات وهي الحكومة اللي تعمل ده، صحيح احنا بنعمل استراتيجيات وسياسات تتنفذ والحكومة بأزراحها او بوزاراتها تعمل، لكن لو ما كناش كلنا مع بعضنا نبقى فاهمين الفكرة عشان نركز فيها. بتركزوا على ان الابن او الابنه يجيب مجموع كويس قوي عشان يخش الطب والهندسه ولا باس، بس خلي بالكم لو يعني انتم مش عايزين تقولوا لي يعني اذا كنت عندي 25 مليون في التعليم الاساسي ما فيش منهم حد يبقى متنحنر كده في المدرسه يشوف ويقول انا عندي الولد اللي في ابتدائي ده واعدادي عنده فرصه، خدوه خدوه علموه التعليم دوت. حد في عندي 4 مليون في الجامعه ولا 4.5 مليون مش قادر اجيب منهم من خلال كل عين لاجل خاطر بلدنا لاجل خاطر مصر تحطوا عينيكم على الكلام ده عشان ننقيهم وندربهم ونجهزهم، عشان بدل ما يقول لي ان شاء الله في 2030 اوعدك ان هيبقى 9 ايه؟ اه والله صحيح 9 ايه؟ انا عايز 90. انتوا مش شايفين ان احنا ظروفنا صعبه ولا ايه؟ يعني انت النهارده جاي تفتتح الموضوع ده عشان انت بعد فتره بقالك كتير ما بتتكلمش، مش كده؟ انا بكلمكم عشان انتم اهلي وناسي ودي بلدنا كلنا، واذا كنتوش يعني تنسوا نفسكم وتفكروا فيها هي عشان البلد دي تبقى ليها مكان كبير. اللي معمول ده انا ما اتكلمتش عنه كتير قوي عشان لاسباب خاصه بيا يعني، لان كده، لكن اللي معمول ده فوق خيالكم.